عندي هي غريات الطاقة الحرارية. الدرس الثالث الطاقة الحرارية. احنا بما ان احنا بنتكلم بقى على ان في فحم وان احنا ولعنا في الفحم وحولنا الطاقة الحرارية لطاقة حركة، نتكلم بقى يعني ايه طاقة حرارية. طيب ريموندا، نعم. تعرفي تقولي لي طيب مثال تاني على تحويل الطاقة الحرارية لطاقة حركية؟ وهساعدك واقول لك ان هو موجود في السيارة. ما هي آلة الاحتراق؟ ايه؟ آلة الاحتراق آلة الاحتراق الموجودة في السيارة بتعمل ايه؟ بتحول الطاقة الحرارية لطاقة حركية. بس آلة الاحتراق بس هي بتحول الطاقة الكيميائية لطاقة حرارية، هي اللي بتحرق لي البنزين فتحول الطاقة الكيميائية لطاقة حرارية. في حاجة تانية بتحول الحرارية لطاقة حركة جوه السيارة. قبل الدينامو، قبل المولد، التكييف بتاع السيارة، ايه؟ التكييف بتاع السيارة. لا لا، قبل يعني انا دلوقتي كنت في خطوات كده. الاول بيدخل البنزين ده في آلة الاحتراق وبعدين يحرقه. لما يحرق البنزين بيحول الطاقة الكيميائية لطاقة حرارية، وبعد كده الطاقة الحرارية دي باخدها ادخلها على حاجة تحولها لطاقة حركة. يعني طاقة الحركة بقى دي باخدها والدينامو بيحولها لطاقة كهربية. بس قبل ما يدخل الدينامو في حاجة اسمها ايه؟ حتى هو من اسمه كده اسمه ايه؟ ها؟ يا ريموندا ما حضرتك كنت بصي يا حبيبتي، جوه السيارة في حاجة اسمها ايه من اسمه كده، هو اسمه كده بيحول، يعني اسمه حتى على اسم اللي بيعمله، بيحول الطاقة الحرارية لحركية. طيب هو محرك السيارة يا ريموندا، محرك السيارة حتى من اسمه محرك، هو اللي بيحرك السيارة. محرك السيارة اللي بيحول الطاقة الحرارية لطاقة حركية عشان أحرك بيها السيارة، أو أحرك بيها الدينامو اللي جوه السيارة. والدينامو اللي جوه السيارة بياخد الطاقة الحركية ويحولها لطاقة كهربية يديني بقى بيها كل الحاجات اللي جوه السيارة، إضاءة المصباح واللي هي التكييف ويديني صوت الكلاكس وكل الكلام ده. يهمني يا بنات ان احنا انا مش بحكر على حد ولا بقول لحد انت جاوبت غلط ليه ولا صح ليه، بس يهمني ان احنا نثبت المعلومات. احنا بنسأل ليه؟ عشان انا بسأل كمان مش في كل حاجة، بسأل في الحاجات اللي انا ايه شايفة ان هي واضحة قوي ان انتوا ممكن تغلطوا فيها او غلطتوا فيها في الواجب، حد فيكم مثلا ما عرفش يجاوبها، بسأل فيها عشان نثبتها مع بعض، بس عشان لما تيجي لكم تاني في اي سؤال ما نعرفش نجاوبها. ده الموضوع يا إسراء. يا إسراء يا بنتي، مش جيتي يا إسراء؟ طيب عقبال ما إسراء تصحى من النوم هندخل في الدرس الجديد عشان ما نضيعش وقت اكتر من كده. انا عندي الطاقة الحرارية في الدرس الجديد يا بنات. الطاقة الحرارية خدناها السنة اللي فاتت لو فاكرين، كنا اخدناها واخدنا الترمومتر وخدنا مين اللي صنع الترمومتر وخدنا درجة الحرارة بتاعت المية عاملة ازاي، كل ده خدناه السنة اللي فاتت. هتلاقي نفس الحاجات متكررة شوية بس عليها يعني حاجات زيادة السنة دي. هو بيقول ان انا عندي الانسان البدائي اكتشف النار من زمان جدا، اول حاجه تقريبا اكتشفها هي النار. ان انا عندي الانسان البدائي اللي هو كان من العصر الحجري ده
كان مثلا مثلا ظابطين وبالصدفه كان بيحكهم في بعض، طلع لهم نار. يبقى الانسان اكتشف النار دي او الحراره دي عن طريق ايه؟ عن طريق حاجات يعني كانت بدائيه جدا، وكان الانسان البدائي ده هو اللي اكتشف ايه؟ اول حاجه اكتشفها هي النار. طب انا ازاي احصل على الطاقه الحراريه؟ ازاي الطاقه الحراريه دي بتجيلي؟ طيب هو عندي هنا اول نشاط بيقول لي ايه؟ بيقول لي بحول الطاقه الميكانيكيه بالاحتكاك الى طاقه حراريه، نفس اللي انا قلت لكم دلوقتي عليه، ان انا عندي مثلا الانسان البدائي توصل ان في نار ازاي؟ ان هو كان بيجيب طوبتين او زلطتين كده وعمل منهم احتكاك ببعض. ما هو الاحتكاك ده هو اللي بيجيب لي طاقه حراريه. هو مين زوم يوزر ده؟ ده مازن؟ يا بنات مين زوم يوزر لو مرفوش سمحت ايه؟ مرفوش اكونت زوم يوزر مين؟ طب يفتح المايك ويقول لي عشان ما طلعهوش، افرض ان هو مش اصلا مش عندنا في الحصه. اكونت زوم يوزر مين؟ مازن ولا حد تاني؟ اسراء. نفسي اعرف اللي بيدخل ده ما بيردش، يعني بيدخل ليه اصلا؟ يا إسراء سيرة، أعتقد بتتكلم بس ما فيش صوت. إسراء اطلعي ادخلي تاني يا إسراء. ماما يا إسراء طيب يلا بينا يا شباب نكمل. مامت ريموندا هي الزوم يوزر يعني. طيب تمام يلا بينا نكمل. انا عندي الطاقة الميكانيكية قلنا يا شباب بتيجي اللي هو الاحتكاك، يعني انا جبت اللي هو الزلطتين دول بعمل لهم احتكاك ببعض فطلعوا لي طاقة حرارية، زي بالظبط احنا في الشتاء في عز الشتاء بنبقى ايه سقعانين ومتلجين ونقعد ايه نحك ايدينا في بعض كده ليه؟ عشان نطلع حرارة نتدفى. يبقى معنى كده ان الطاقة الميكانيكية او الطاقة الحركية بتطلع لي حرارة، وده اللي عملناه في النشاط الاولاني. هو بيقول لي هاتي كده دراجة وقلبها الناحية التانية والعجلة دي اقعد حرك العجلة كتير جدا، وبعدين المس العجلة دي هتلاقي ان العجلة اللي انت حركتها كتير قوي دي سخنة، هتلاقي ان في حرارة. ليه؟ ان انا عندي الطاقة الميكانيكية بالاحتكاك اتحولت لحرارة. اهو حتى الصورة الاولانية زي ما بقول لكم اهو، الراجل ده بردان جدا فعمل ايه عشان يشعر بالدفء؟ هو عمل ايده حك ايده في بعض عند احتكاك كفي اليدين. في الشتاء بنلاقي ايه؟ بنلاقي ان الطاقة الميكانيكية اللي احنا عملناها تحولت لطاقة حرارية. نفس الحوار اللي بيحصل في الكبريت. الكبريت دوت ازاي بيشتغل؟ الكبريت ده انا بجيب عود الثقاب وبعمل احتكاك بسطح خشن اللي هو محطوط على الكبريت برضو، فالسطح الخشن ده لما بيحصل احتكاك مع عود الكبريت بيطلع طاقة حرارية، وده نتيجة لتحويل الطاقة الميكانيكية لطاقة حرارية. طيب الطاقة الميكانيكية المقصود بيها هنا يعني الحركة، ان انا احرك. طيب عندي بعد كده سقوط المسمار عند نزعه بقوة من لوح خشبي. يعني لو انا دلوقتي عندي مسمار وموجود في لوح خشبي وعمال احاول اشد فيه فبحك فيه بايه
بالشاكوش اللي بطلعه بيه ده يعني، ونتيجة الاحتكاك ده او نتيجة الاحتكاك بالمسمار باللوح الخشبي اللي هو كان فيه اصلا، حصل ايه؟ اتحول من طاقة ميكانيكية لطاقة حرارية. يبقى نستنتج من كل ده ايه؟ ان اي طاقة ميكانيكية بينتج عنها حرارة. طيب يلا بينا نشوف النشاط التاني، وده كمان نشاط ممكن نعمله على فكرة، ده نشاط برضو سهل جدا، ان احنا ممكن نجيب برطمان ونجيب اي مثلا كور كده بس تكون معدن، يعني اي حاجة تكون معدن، وبعد كده بنجيب الكور دي ونقعد نرجها كتير جدا في البرطمان. فلما نرج الكور في البرطمان هيحصل ايه؟ هيتحول هي لما يحتكوا ببعض كتير هتتحول الطاقة الحركية دي اللي انا حركت بيها الكور لطاقة حرارية. الاستنتاج ان انا بيرتفع درجة حرارة الكور المعدنية دي ليه؟ عشان كل ما سرعة الطيارات تزيد. ها مش لازم يبقى كور، ممكن يعني أي حاجة حديد، اه صح؟ اي حاجة معدن بالظبط، اي حاجة، ما كنت عايزة اقولك كده، اي حاجة معدن، لو حتى الصواميل الصغيرة دي اي حاجة معدن عندي في البيت، بس يكون كذا حاجة مع بعض ماشي. هنجيبهم جوه برطمان، بس طبعا البرطمان ما يكونش ازاز بقى عشان ما يتكسرش، ما هو اكيد هيتكسر لو في حاجة جواه معدن. البرطمان يكون بلاستيك، ونقعد كده نحرك الكور كتير، وبعدين هنلمس الكور هنلاقيها، او من اي حاجة معدن يعني هنلاقيها في الاخر اكتسبت درجة حرارة نتيجة الاحتكاك. طيب يبقى انا عندي الكور كل ما زود سرعتها واحتكاكها كل ما بزود ايه؟ درجة ارتفاع حرارتها، يعني كل ما ازود السرعة بتاعتها واحطها في بعض اكتر كل ما درجة حرارتها ترتفع اكتر واكتر. الاستنتاج من كل ده حركة الأجسام واحتكاكها ببعضها يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، وأنا عندي درجة الحرارة بتتناسب طرديا مع سرعتها. يعني إيه طرديا؟ يعني يا بنات كل ما أرفع الحركة بتاعت أي حاجة بحركها كل ما ألاقي درجة الحرارة ترتفع معاها. طرديا يعني بيطلعوا مع بعض وينزلوا مع بعض، طرديا يعني مصالحين بعض. اي علاقة طردية ما بين اتنين يعني علاقة ما بين اتنين مصالحين بعض. يعني ايه؟ يعني بيروحوا مع بعض وبيجوا مع بعض، بيطلعوا مع بعض وينزلوا مع بعض. لكن العلاقة العكسية بقى، العلاقة العكسية لأي حاجة يعني هما الاتنين مخاصمين بعض. يعني ايه؟ يعني واحد طالع والتاني نازل ما بيلاقوش بعض ابدا، واحد يلاقي التاني نازل يطلع هو، واحد يلاقي واحد رايح شمال هو يروح يمين. ده فين؟ ده في العلاقة العكسية. أنا بقى ما بين العلاقة ما بين درجة الحرارة وطاقة الحركة علاقة طردية، يعني هما الاتنين مصالحين بعض. بعد إذنكم نطلع من اللينك وندخل تاني.